حطونا هون يلا بسرعة، يلا جهزوا كل شيء. خيرية؟ وينه جميل؟ ما بعرف، ما شفته اليوم. روحي دوري، شو عم تستني؟ روحي شوفي وينه. حاضر. يا الله، وين راح الولد؟ وين راح؟ أوف. ليش معصبة؟ أوف. معقول تعصبي واليوم عرس ابنك؟ وين اختفى ابنك؟ ما بعرف. شو؟ يلا اتفضل، بدك ياني ما عصب وتضايق؟ استغفر الله. عن جد؟ ايه والله. يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. إن شاء الله. أهلا وسهلا، نورتوا. أختي نعمة. الله يسعدك. تسلمي. تفضلوا اقعدوا هون. وين ابنك؟ وين راح؟ شو بيعرفني؟ زفة العروس رح توصل وابنك لهلأ ما بين. بس امسكك هلأ بتشوف يا جميل. استنى شوي، خيرية راحت تدور عليه. وين رايح؟ مانك شايف العالم عم بيجوا؟ لك وين رايح؟ يا ربي لا يروحي يبتلي بهالولد اللي عرسه. أهلا وسهلا، طمنوني كيفكم؟ إن شاء الله كلكم بخير. أيوة والله عليك. صبدة، هلأ صار دوري. جميل، صحي معا أساس اليوم عرسك؟ إيه. شفتها للبنت شي؟ إيه طبعاً شفتها. مبروك. عروستك حلوة؟ جميل، معقول قاعد عم تلعب؟ شوفي يا وإذا عم بلعب. والله أنت بدك تجيب لي الجلطة. أخ يا ربي، قوم. استني شوي. شو صار لك؟ العروس رح تجي وأنت قاعد عم تلعب؟ لك ابني اليوم عرسك، عرسك. وأنتوا ليش عم تضحكوا؟ خرسوا لشوف يلا، خرسوا. قوم جميل، خلينا نروح، الكل عم يستناك. صرت رجال واليوم رح تتزوج. اترك لي هالجوز لشوف، يلا تحرك قوم. طولي بالك شوي، ما رح اتحرك قبل ما العب واربح. لك يلا قوم يا ابني، العروس صارت عنا بالبيت وانت لساتك قاعد عم تلعب. لك ماني قايم، واذا اجت العروس بقى. يعني شو اعمل له؟ جميل، غيوم كأنه عريسك كتير صغير. شو فيها؟ بالله أحكي الصدق، مو قبلتي فيه لأنه عنده مصاري؟ البنت ما دخل أبوه اللي جوزها الشاب، أكيد ما فيها تعارض كلمته. لا مو صحيح هالحكي، بصراحة أنا كتير حبيته. بالله جد؟ طبعا هي هي الحقيقة. وبعدين بابا ما رح يزوجني غصب عني لواحد ما بدي إياه، أنا يلي اخترته لجميل. غيوم هلأ أنتي بتعرفي قد عمره مو هيك؟ أي بعرف عمره. لك لساته ولد هذا وعم يلعب بالشارع. ها يلا اجوا. بتشارتي انه رح تطلق بعد اسبوعين، بكره بتشوفي. عن جد هالبنت ما عندها عقل، مسكينه. المسكينه اخذينا خدامه لبيتهم ورح تنظلم. يلا تعي بنتي، بوسي ايد ابوكي لشوف. الله يرضى عليكي. يلا يا بنتي. كوني واعية يا بنتي وكوني صبورة، وان شاء الله بتكون حياتك كلها حلوة وبتعيشي سعيدة. ماشي؟
يا رب ان شاء الله الف مبروك ان شاء الله ربي بيسلمك. أيوة والله الله يسلمك. تسلم يا رب. لكن ليش ما عم ترقصوا؟ يلا لشوف يا رجال. يلا 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 ارقصوا وانبسطوا. اهلا وسهلا. يلا اختي تفضلي. يلا ايوه يا عيني هالعرس شو حلو. اكثر ايه لك يا عيني يا عيني. يلا يلا انبسطوا يا عيني. شو ارقصوا يلا يلا تبوكي منيح. يلا يلا على القليل. يلا يا شباب برافو. في يوم بنتي يلا امشي اخذك على غرفتك. ايوه برافو. عبال عندكم يا شباب. يلا غيوم وين رايحة؟ اطلع العب يلا على الغرفة. ايوه يا عيني صرنا زمان ما دمكنا والله. هالدكة بترد الروح. يلا يا عيني يا عيني. ايوه ايوه يلا تبوكي منيح. يلا ايوه يلا يا شباب برافو. يا عين عليك يا بي. يلا ايوه ايوه انزل منيح انزل منيح. ايوه نط نط. ايوه حرك. ايوه جميل فوتوا له. يلا لوين؟ عروستك سبقتك على الغرفة ولازم تروح وراها. يلا يلا روح. يلا يا شباب العريس رايح خلينا نلحقه. لك شو بكن شو عم تعملوا انتو؟ ايوه امي شو هاد؟ خير؟ ليش صاروا رفقاتي يضربوني على ظهري؟ شو بقى انجنوا يعني؟ جميل اسمعني منيح يا ابني. الليلي يا امي العروس عم تستناك. غيوم جوا؟ الله يحمي ليك يا ابني. ليك ابني من اليوم انت رح تنام جنب غيوم تعرف مو هيك؟ من اليوم رح تصيروا تناموا سوا ورح تصحوا كل يوم سوا. يلا روح. يا رب تكون مع ابني اليوم. لاي 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 لاو ناي 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 نو ناي 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 ناي. رميت بنتك بحضن ولد ولسه إلك نفس ترقص؟ ارقص لقلك ارقص. برافو. طبعا برقص ليش لا؟ لك أنا اليوم صرت نسيبه لعبد القدير وبنتي كنتو. على دلعونا على دلعونا راحوا الحبايب ما ودعونا. يلا تعي رقصي معي. تركني بعد. عطيت بنتك لولد عمره 14 سنة يا ظالم. ليك لا تخليني هلا أضربك. إذا لحتك كف واحد بتدوخي. عن جد؟ استرجي. وليك خرسي نلي. يلا روحي من وشي. يقطع عمري والله مرة تانية رح أكسر رجليكي. فهمتي؟ إلي. أمي أنا ماني أمك أنا مرتك.
تعي شوفي، تعي تعي. شو عم تساوي؟ قربي شوفي، مسكت هالدبانة، هلا بتموت لانه حبست عنا الهوا. استني شوي وشوفي شو بيصير. وليش هيك عملتي؟ مو حرام عليك تموتها؟ ايه، وهي دبانة. هي دبانة عندها روح، والله رح يحاسبك عليها. يحاسبني عليها؟ ايه بيحاسبك، ولو حشرة. الله ما بيرضى تأذي روح. لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.